يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فأكثر علي فيه من الصلاة والسلام، فإن صلاتكم تعرض علي. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي بليت ومت وأكلتك الأرض؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأيضا ذكر ابن القيم: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد. وأيضا في يوم من الأيام صعد النبي صلى الله عليه وسلم على عتبات منبره، وكان لمنبره ثلاث عتبات، فصعد على الأولى وقال: اللهم آمين. ثم صعد على الثانية وقال: اللهم آمين. ثم صعد على الثالثة وقال كما قال على الاثنتين: اللهم آمين. الصحابة استنكروا ذلك في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر حديثا ضعيف لكنه حديث جميل ويستأنس به. هذا الحديث ذكر في كتابه. ذكر ابن القيم أن رجلا على الصراط مرة يحبو ويخشى أن يسقط، فإذا بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا تقف على رأسه على الصراط فتقيمه على رجليه فتجيزه ذلك الصراط. ذلك الفعل لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على خطوات منبره ولا يقول شيء، فسألوه قالوا: يا رسول الله، رأيناك أمنت في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، فما الخطب؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنفه أي دس في التراب، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، فقلت: اللهم آمين. وصعدت على الثانية فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يكونا سبب دخوله الجنة، فقلت: اللهم آمين. ثم صعدت الثالثة وقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت: اللهم آمين. تجد كثير من الناس يحافظ على التهليل والتكبير والتحميد، وهو والله شيء حسن، لكن تجده قليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. أي أنت يا عبد الله لما تصلي على النبي صلاة واحدة فالله فوق عرشه وفوق عباده متجل يثني عليك 10 مرات بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يقول من أصبح وصلى علي 10 وأمسى وصلى علي 10 حلت له شفاعتي. وأيضا صحيح، وأيضا حديث صححه الألباني يقول: من صلى على النبي صلاة واحدة أعطي كتبت له 10 حسنات وحطت عنه 10 سيئات ورفع 10 درجات. في يوم سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أقرب الناس منك منزلة يوم القيامة؟ فقال له: بأبي هو وأمي أكثرهم علي صلاة. وإذا ذكر عن النبي حديث حسن قال: أخطأ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أيضا تذكر قصة لمحمد بن إدريس الشافعي ذلك الإمام. محمد بن إدريس كان له صديق له عالم وطالب علم، فكانوا أصدقاء. توفي محمد بن إدريس وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وبعد فترة رأى صاحبه ذلك العالم، رأى محمد بن إدريس الشافعي في المنام فقال: ها، ما صنع الله بك؟ قال: أبشرك أن الله رحمني وقبلني وغفر لي وزفني إلى الجنة بسبب. قال له: بسبب ماذا؟ قال: بسبب مقدمتي في كتاب الرسالة. انتهى المنام، وما هي لحظات إلا واستيقظ صاحبنا الذي رأى المنام وانطلق مسرعا إلى مكتبته يبحث بين كتبه عن كتاب محمد ابن إدريس الشافعي الرسالة. فلما فتحه فإذا في المقدمة مكتوب: اللهم صلي على محمد عدد ما ذكره الذاكرين، واللهم صلي على محمد عدد ما غفل عنه الغافلين. وأيضا
يقولون أن عمر، يقولون أن العباس رضي الله عنهم جميعا، يقولون أن العباس يوم الجمعة استيقظ وصعد على سطح منزله فذبح دجاجة، ثم أراق الماء على دم تلك الدجاجة فسار الماء ونزل في الميزاب، وكان هذا الحادث في عهد عمر. خرج عمر يوم الجمعة وانطلق إلى المسجد، وكان في الطريق من البيوت بيت العباس، فلما جاء تحت الميزاب سقطت عليه نقط من الماء والدم، فغضب عمر واستشاط ومد يده وكسر ذلك الميزاب. انطلق إلى المسجد عمر وأكمل الخطبة، ثم عاد إلى آل العباس فقال: يا آل العباس، أهكذا تضعون الماء والدم في طريق الناس؟ فقال أهل العباس: يا عمر، أتعرف من وضع ذلك الميزاب؟ قال: لا. قال: والله لقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بجلالة قدره يبكي ويقول: يا عباس، والله لن يعيد ذلك الميزاب إلا أنا. أم معبد لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجلس بين أصحابه مكرما معززا، كان كريما بين أصحابه، كان من احترام أصحابه له إذا أراد أحدهم أن يصلح بابا أو يضرب مسمارا في جدار كان يقرعه برفق، وكان إذا أراد أن يصنع بابا أو يصنع عملا فيه أصوات يذهب ويخرجه بعيدا عن المسجد حتى لا يدخل في آية: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. كانوا يحترمونه في حياته ومماته.